ميسان، وصلنا لفقرتنا التالية اللي بتهم كل السيدات بشكل عام. ومثل ما بنعرف انه فصل الشتاء بنعاني كلنا من الجفاف، من صحيح. مشاكل كتير بالبشرة كمان تراكمية من فصل الصيف. ومثل ما قلنا فصل الشتاء بيحمل معه تبدلاته، مو بس بتقلب الجو وانما بتأثر على جسمنا بشكل عام. لهيك دايما البشرة بتكون اول المتأثرين بتغييرات الطقس. يعني المتلقي الأول لتغييرات الطقس بتكون فعلا البشرة. زينب، مثل ما قلتي، شو هي المشاكل يلي منعاني منها بفصل الشتاء بتعاني منها بشرتنا؟ كيف بنقدر نحلها ونعالجها أو نقي نفسنا منها عبر المواد الطبيعية؟ هي المواضيع رح نتعرف عليها مع سيدة أريج علي من محاضنة دمر الثقافية للحرف التراثية، حرفة مجال صناعة الصابون والمواد التجميلية الطبيعية. يسعد صباحك اهلا أريج. وسهلا، صباح النور. يسعد اهلين، صباحك هلا، يا صباح أريج، الخيرات. يعني صباحك الاعتناء بالبشرة. اهلا وسهلا كل صباحك. السيدات اللي مثلا بيكون او ربات المنزل او اللي بيشتغلوا او الصبايا عم بيحبوا يرجعوا للشيء الطبيعي والشيء اللي ممكن يحافظ على بشرتهم، بيحبوا هي الاجواء انه عم يعتنوا ببشرتهم، وخاصة اذا بلشنا من عمر يمكن شوي اكيد صغير. صغير. فخلينا نعرف، الشتاء لما بيجي دائما بيحمل معه حبوب جفاف بالبشرة، كتير ملاحظة جفاف تقشيب، يعني جسم بصير كله مقشب، فكيف فينا نحن نتعامل مع هذا الشيء؟ خلينا نحكي عنه ونحط هيك المشاهدين بالصورة. تمام. هلا اول شيء عندنا بالشتاء كثير بصير جفاف وتغيير بالجو، لهالسبب بيكون عندي تقشيب وجفاف بالبشره. نحن لازم نركز بفصل الشتاء اول شيء على شرب المي، وكمان ننتبه للخضار والفواكه اللي بتطلع بالشتويه، هي اكثر شيء مغذي للبشره. يعني عندك الاشياء اللي بتطلع بالخريف هلا، مثلا المانجا، المانجا لونها اورانج كثير بتفيد البشره، يعني اكثر شيء. مثل مثلا كمان اليقطين كله سيلينيوم للبشره، القرع يعني لونه اورانج، الجزر، الشوندر، الخضار الورقيه، السبانخ، الجرجير، هدول الاشياء كثير كثير منيحه للبشره. نحن الرمان، الرمان معجزه للبشره، لهيك رب العالمين عطانا خضار وفواكه بتطلع بفصل الشتاء بتغذي كثير البشره. ليه؟ لانه كثير الشتاء قاسي على البشره، لهيك نحن ننتبه على غذائنا غذائنا، يعني لازم ونشرب. نبلش اول شيء من الغذاء قبل اكيد ما نبلش بالاعتناء اكيد طبعا الخارجي. بنبلش بالاول شيء بالغذاء الداخلي، بعدين بنبلش بالاعتناء الخارجي. عندك يعني الصبيه اهم شيء ممنوع تنام بالميك اب، يعني اعتناء شهر كامل بوجهك بيروح بليله واحده اذا نمتي وتكاسلتي صحيح. وما غسلتي ميك اب. ممنوع الصبيه تنام بالميك اب، لازم دائما تكون البشره عم تتنفس بالليل. لازم اكيد نغسل وجهنا بصابون طبيعي، انا بنصح بنغسل وجهنا بصابون طبيعي، ماني مع استخدام غسول للبشره. كنت أسألك، كتير في يمكن ماركات يمكن عالمية حتى وغالية، صح، وهي بس فيها مواد كيميائية أحيانا بتهيج البشرة تماما. حتى. السلفات يعني ما في غسول للبشرة لو قد ما كان غالي ما لا يحتوي على السلفات، إجباري بده يكون بيحتوي على السلفات. هاي السلفات بتعمل شيخوخة مبكرة للبشرة، بتعمل تنظيف قاسي للبشرة، وبحطوا له محسنات. هاي كمان المحسنات بتعطي ملمس حريري، بينما هي بتكون عم تخنق البشرة اللي هي الزيوت السيليكونية. فأنا أكيد بنصح إنه الصبايا تلجأ للصابون الطبيعي. الصبايا بروتين عنايتها بالبشرة لازم تكون يعني كذا نقطة. عندك أول شيء التنظيف، تنظيف بالصابون الطبيعي، ثاني شيء الترطيب، ثالث شيء التقشير مرة بالأسبوع على القليلة. طبعا مو التقشير الكيميائي، أنا ما بنصح أبدا بالتقشير الكيميائي، بنصح بالتقشير الطبيعي بالطين البركاني مثلا أو بالقهوة. عندك صوابين بتعمل تقشير للبشرة وتبييض رائع مثل صابونة القهوة. هاي صابونة القهوة والرمان مثلا إذا نظفنا بشرتنا فيها يوم أي يوم، لا بتعطي بياض وتنظيف وبتشيل كل الجلد الميت من البشرة. طيب أنا ذكرتي، خلينا هيك نحكي عنه شوي شوي. بما تمام. أنك قلتي بالبداية لحتى نعتني ببشرتنا بدنا نبلش بأول مرحلة اللي هي مرحلة التنظيف، تمام. شو هي المواد الطبيعية أو الصوابين الطبيعية يلي بتخص مرحلة التنظيف؟ وهل تمام. بتفرق بين البشرة الدهنية أو البشرة الجافة بحيث من حيث تنظيف البشرة والمواد يلي لازم نستخدمها؟ تمام. هلا كل بشره، كثير بيجوني صبايا بيقولوا لي انا بشرتي كذا، حسب كل مشكله صبيه انا بنصحها بالصابونه المخصصه لها. بس في صوابين دائمه لازم تكون عند كل انواع البشرات، اللي هي الصابونه الغسول اللي بتغسل المكياج، اللي هي صابونه حليب المعز.
صابون حليب الماعز بتعطي كثير تنظيف للبشره وترطيب، وبتعمل ازاله كثير للميك اب بطريقه خفيفه ولطيفه بحيث ما تجفف البشره ابدا. عندك صوابين للعالم، اللي الصابونه الثانيه اللي هي لازم الواحد يقتنيها صابونه القهوه. صابونه القهوه لانها بتعمل ازاله، بتعمل سكراب خفيف للبشره بحيث بتعمل تبييض وازاله للخلايا الميته. عندك كمان في عالم بتجيني بتقلي انا عندي حب شباب، بنصحها بصابون الفحم النشط، حكيت عنه قبل عبر قناتكم الكريمه. صابون الفحم النشط الطبي، هي هي شيء تمام تمام. اي الفحم النشط الطبي هذا بيعمل لونه فحمي يعني تمام. اكيد هو مو فحم الارجيله، هو أكيد. الفحم النشط الطبي اللي بيعمل ديتوكس للبشره، بيسحب السموم كلها، خصوصا السموم اللي بتتراكم على وجهنا من الميك اب، فبتسحب كمان كل الدهون وكل الزيوان، وفيها زيت شجره الشاي الاخضر لتعقيم البشره. هي يعني مركزه للعالم اللي عندها حب شباب وبشرتها دهنيه كثير. ثانيه مثلا هي الصابون الاربع طبقات تمام. هي الاربع طبقات فيها يعني فيها اول شيء طبقه الخيار مع الاوليفيرا مع الافوكادو هون تمام، الخضره اللي فوق تمام. هاي لتغذيه وتنعيم البشره واعطاء نضاره، يعني كولاجين طبيعي للبشره. الطبقه الثانيه هي الطين تبع البحر الميت. طين البحر الميت هو يحتوي على جميع المعادن اللي بتحتاجها بشره الصبيه، فكتير بترطب البشره وبتعطي تقشير كتير ناعم. الفحم النشط قلت من شوي لعلاج حب الشباب ومشاكل البشره. الطبقه الاخيره هذا الطين الهندي البركاني، هذا الطين الهندي بيعمل كمان تنظيف للبشره وازاله للنمش. هذا كمان انا بشجع الصبايا يعملوا تقشير لوجههم بالطين الهندي البركاني مره بالاسبوع، لانه بيشيل كل بقايا النمش، بيشيل يعني بيشيل المشاكل الكلف الزيوان، بيشيلها كلها من البشره بشرط انه ينعمل تقشير مره بالاسبوع. نعم، يعني عم نشوف حتى الاشكال عم تعطيني فيها اريج، والحلاوه انه ما فيهم ريحه اصطناعيه، ما فيهم ريحه كيميائيه قويه. ما بحط ابدا فراغرانس، ما بحط زيوت عطريه، بحط الاسينشال اويلز اللي هي الزيوت المقطره تقطيري من النبات، مثل زيت الحبق، زيت الجيرانيوم اللي هو العطرايه، زيت الورده الدمشقيه حلو، زيت شجره الشاي الاخضر، زيت الليمون المقطر من قشر الليمونه. انا هاي هي الزيوت اللي بحطها طبيه يعني للبشره، بحيث انه ما ناذي الوجه. انا ما بيهمني الصبيه وهي عم تغسل وجهها تشم ريحه حلوه مقابل انها تصبغ بشرتها، انا لا، بيهمني تاخذ الفائده من الزيوت الاساسيه هاي. حتى كانوا يعني خلينا نقول ستاتنا جداتنا اهالينا يستخدموا مثلا صوابين زيت الزيتون تمام. اللي مشهوره بالساحل، وكمان زيت الغار المشهوره بحلب خلينا نحكي صح. يعني هي كانوا يستخدموا لكل انواع البشره. تطورت هي القصص، صار في لا في قصص جديده تخصص. عم تخصص طبعاً. فاحكي لنا كمان عن، خلينا نستفيد شوي تمام. في عندنا كثير من الصوابين، شو كمان فينا نحكي عن البشرات؟ البشره مثلا الجافه، انا وميسان كنا عم نسالك تحت الهواء شو ممكن نستخدم مثلا. هلا انا بنصح انه نستخدم مرطبات طبيعيه، نروح نبحث عن وين في مرطبات طبيعيه لا تحتوي على مواد حافظه مضره مثل البرابين، ما بتحتوي على الفازلين. كثير صبايا لحد هلا تمام الفازلين يعني حتى بيشيلوا الميك اب في يعني هذا غلط جدا. الفازلين هو طبخه من طبخات البترول، فهو كتير مضر وبيعمل تسكير للمسام صح. بيعمل يعني اضرار هائله للبشره، بيعمل تزييت للبشره. لحد هلا كتير صبايا يوميا بتسالني عن الفازلين، انه شو رايك انا بشيل مثلا برطب وجهي بالفازلين. الفازلين بيخنق البشره، بسد المسام، بيعمل حبوب، هو ما بيعطي ترطيب، بينما هو بيعمل طبقه عازله، فبتفكر الصبيه انه هو اعطاها ترطيب تماما. بس هو مضر جدا. لازم دائما نستخدم منتجات خاليه من البتروليوم جيلي اللي هو الفازلين. كيف فينا نعرف انه هي خاليه؟ هي نشوف المكونات، مكونات نشوف المكونات تبعها، لازم تكون خاليه من البتروليوم جيلي، لانه هو يعني قد ما قال لك عن اضراره فهو اكيد قليل. بيسكر المسام، وهو كثير بيعطي طبقه سميكه على البشره. نلجا دائما للمرطبات الطبيعيه المصنوعه من زيت اللوز، زيت اللوز تمتص البشره فورا. مثلا المرطبات الطبيعيه المصنوعه من زيت الارغان اكيد
طب هي العالم او خصيصا السيدات وقت بيستخدموا زيت بيفكروا انه ممكن هذا الزيت ياثر، ما رح نعرف نوع الزيت، ممكن تطلع لي هلا بكره الصبح حبه اذا انا حطيت زيت على وشي، او هن دائما في عندهم هي النظره الاستباقيه طبعا للزيوت باستخداماتها، وخصيصا اذا ما كانت في لها مركبه بنسب معينه، يعني انه هن يجيبوا الزيت ويحطوه على وشهم. صح تمام. هلا كثير غلط انه الصبيه من الحاله تيجي تحط زيت لحالها انه على وجهها، مثلا عندك زيت، كثير صبايا بتقلي لحد هلا انه زيت جوز الهند انا بحطه على وجهي، زيت جوز الهند بيسكر المسام كمان. هلا هو منيح للشعر اوكي، وانا بحطه بكل الصوابين الداخله جوا الصوابين الوجه، زيت جوز الهند بيعطي تنظيف رائع للبشره، بس هو ما بيصير نحطه زيت خام لحاله على وجهنا، هذا مانه منيح وما يعني ما بيصير، بيسكر المسام وبيعمل حبوب تحت الجلد. لازم دائما مثل ما قلت نلجأ للزيوت الخفيفه اللي هي عالميا مخصصه للوجه، مثل زيت الارغان، زيت اللوز، عندك زيت الحشيش اللي هو زيت القنب رائع للوجه، كثير زيوت قليله، زيت الرمان، زيت بزر العنب، هيك يعني هالخمس زيوت هن الوحيدين اللي انا بحطهم بكريماتي تبع الوجه. اما كريمات الجسم اكيد بحط فيها اي نوع من انواع الزيوت الثانيه مثل زبده الشيا رائعه للجسم، بس ما بصير نحطها للوجه، للشعر رائعه بس ما بصير نحطها للوجه. كمان بدي كمان بيعملوا ماسكات زبده الشيا اخر هلا عم نشوف. لا هلا انا عندي صابونه زبده الشيا رائعه للتجاعيد، بس انه نجي نحط الزبده مثل ما هي كماده خام على وجهنا انا ما بنصح بهالشيء ابدا، في لانه مقياس عالمي يعني هذا الحكي مو من عندي، هدول الخمس زيوت الخفيفه هي الوحيده اللي بتنحط يعني على البشره تقريبا الوحيده. كمان بدي نوه كرمال حب الشباب. هلا وجهنا دائما هو مرايه جسمنا شو عم يصير جوا، دائما الصبيه انه تنتبه وين عم يطلع لها حبوب شباب، اذا عم يطلع لها هلا بالطب الصيني القديم في خريطه للوجه بتقول لك شو الحبوب اللي عم تطلع مثلا بوجهك، شو عم يصير بجسمك جوا. عندك بالجبين، اذا طلعت بالجبين هي ناتجه مثلا عن ممكن عن الكولون، ممكن الصبيه عندها امساك او الشد طبعا، ممكن نتيجه السكريات اللي عم ناكلها زياده، ممكن نتيجه الجلوتينات اللي هي موجوده بالخبز والمعجنات. فهي كلها انه بتطلع بالجبين، الجبين هو مرايه الامعاء. عندك الخدود هي مرايه الرئتين، اذا الصبيه بتارجل، اذا الصبيه بتدخن، اذا عايشه بوسط فيه ارجيله او دخان يعني بيأثر كثير على البشرة هذا الموضوع. إذا ما بتتنفس صح فبتطلع عندها الحبوب بالخدود. إذا ما عم تتنفس صح، إذا عندها البلغم زايد بالرئتين نتيجة الحلويات الزيادة، نتيجة الألبان الزيادة، الألبان فيها هرمون النمو، هي كلها بتعمل صديد وبلغم بالرئتين. فنحن دائما ناكل الأكل الرو يعني الطبيعي الغير مصنع اللي ما يعمل لي بلغم بجسمي، نراقب جسمنا، لما بيكون عندك بلغم بجسمك فأنت لازم تعدلي نظامك الغذائي. عندك الدقن، إذا طلعت هون بالدقن فهي أنت ما بتشربي مي أبدا. ممكن يكون في خلل بالكلاوي لانه انت ما عم تشربي مي، في عبء على الكلاوي نتيجه البروتينات الزياده، في ممكن يكون في خلل بالهرمونات، فنحن ننتبه شو كل منطقه بوجهنا وين فيها حبوب ونحاول بعدين ننتبه اول شيء على الغذاء الداخلي بعدين نطبق العنايه الخارجيه. نعم، يعني خلينا نحكي شوي قريجه من المشاكل الرائجه كمان عند البشره عند الصبايا هي التعب تحت العيون. تماما. وكثير عم نشوف انه حتى عم بصير اذا بدهم يعملوا يلجأوا لقصص تجميليه عم بصير اخطاء طبيه. أكيد. فعم يلجأوا للشيء الطبيعي. طبعا. شو بتنصحيهم للصبايا كمان؟ اكيد. في السيرومات المغذيه اللي تحت العيون، اكيد انا بنصح بالسيرومات الطبيعيه اللي كمان ما فيها مواد حافظه، لانه العين منطقه كثير حساسه وجلده كثير رقيقه بتمتص كل شيء فيه بينحط عليها. يعني هلا السيروم اللي انا بصنعه بحط فيه الكافيين، الكافيين هي ماده بتروح السواد تحت العيون، هي الكافيين الموجود بالقهوه كمان، هي ماده طبعا اذا شربناها هي مضره كثير، اذا مضره اذا شربناها فوق حد معين، بينما اذا طبقت على الوجه هي كثير منيحه لانه بتحفز الدوره الدمويه تحت العيون، بتروح التجاعيد تحت العيون، والسواد تحت العيون كمان بيروح. فالسيروم اللي بيستخدمه انا بنصح الصبايا فيه هو عباره عن زيوت طبيعيه بالاضافه مضاف اليها الكافيين، لانه هو شيء كثير منيح لتحت العيون. بما انه عم نحكي عن البشره ومشاكل التجفاف بالفصل الشتاء، عندنا مشكله كثير كبيره خصوصا السيدات بيعانوا منها، هي التجفاف التم بيكون طبعا، وبيصير باشبه الشفتين بشكل فظيع، احيانا بيوصل الى حد التشققات القويه جدا. شو لازم اول شيء
تقي حالة من التشققات الشفتين، وفي حال صار في تشققات كيف بتعالجها؟ تمام. هلأ بنصح الصبية دائما تغسل شفايفها بمي فاترة، من ثم تعمل لها تقشير بالسكر والزيت مثلا كل يوم؟ أي مو كل يوم، كل كم يوم، كل ما حست في طبقة، يعني ما تلجأ هي تقشرها بإيدها، رغم أنه أنا أحيانا كلياتنا أي ماما على طول بتقلي شيلي إيدك، هي عادة هي عادة يعني. بنصح الصبية تقشر بالسكر والزيت، بعدين تنظف يعني بمحرمة، من ثم تحط مرطب للشفايف أكيد خالي من الفازلين. ما بنصح أبدا نحط الفازلين على شفايفنا، يعني في هلأ كمان يعني فينا نحط زبدة الشيا على الشفايف، نقدر نحط زبدة الشيا على الشفايف. مثلا أنا بعمل مرطب للشفايف بحط له بودرة الشوندر، يعني ما بحط له ملون رصاص صناعي، بحط له بودرة الشوندر اللي بتعطي لون بجنن للشفايف، بالإضافة لزبدة الشيا، زبدة الكاكاو، شمع العسل، زيت جوز الهند، هدول كلياتهم بنخلطهم مع بعض، سواء كانت صبية لحالها بالبيت أو أنه تشتريهم من مصدر موثوق. المهم لا تحط فازلين على شفايفها، لأنه هو ما رح يرطب لياهم، رح يسكر المسامة تمام، ولا رح يعالج لياهم اكيد. لكن ريج الموضوع كتير طويل، يعني ما رح نشبع منه نحن والمشاهدين، ان شاء الله هيك بحلقات قادمه بنحكي اكثر، بنتوسع عن مشاكل البشره وكيف العنايه فيها. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا.